نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن 3 مسؤولين أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تقريرا شديد الانتقاد إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، لكنه لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي وفرضت قيودا على المساعدات الإنسانية لغزة أثار جدلا داخليا في وزارة الخارجية الأمريكية.